السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة بروفيسور دي فيديو جديد في القناة. إن شاء الله النهاردة هيبقى أول فيديو في سلسلة Image Processing سي شارب. إن شاء الله النهاردة أول درس هنفهم إزاي إيه هي الـ Image Processing، هي المعنى إيه، هي استخدامات الـ Image Processing، إزاي الـ Image Processing الـ Op Image Processing بتشتغل. إن شاء الله في الحلقة الجاية هنعرف إزاي نستخدمها بالسي شارب. عشان نفهم يعني ايه ايمج بروسيسنج، خلينا نفهم كده الاول يعني ايه الايمج. الايمج عباره عن ايه؟ الايمج عباره عن بكسلات جنب بعضها، يعني مثلا لو دي مثلا ايه الصوره عاديه جدا، فاهم؟ فمثلا ايه البكسلات بتبقى عامله كده، تبقى متقسمه الصوره عندك. مثلا ايه لو دي مثلا ايه صوره، فاهم؟ مش ظاهر الحاجات دي. الصوره بتبقى عندك عباره عن بكسلات صغيره، مثلا لو انت بتستعمل الفوتوشوب كل ما بتزوم كده على الصورة فانت بتلاقي ان في ايه مربعات صغيرة، دي المربعات دي اسمها بكسلات. طب ماشي، البكسلات دي ايه يعني؟ ازاي الصورة بتطلع لي كده؟ الصورة عبارة عن بكسلات، كل بكسل ليها قيمة على حسب الجري سكيل او حسب قصدي الكالر سبيس اللي انت بتستخدمها في الايمج بتاعتك. يعني مثلا في كذا انواع من الـ من الايمج، في مثلا باينر ايمج، في جري سكيل ايمج، في الكالر ايمج. الباينر ايمج دي بتبقى يا ابيض اسود، يا اما البكسل دي بيضه يا اما سودا. ازاي يعني؟ مثلا يا اما البكسل دي تكون سودا كده يا اما بيضه، يا اما اسود يا اما بيضه، مفيش اي درجات رمادي. بعكس مثلا الجري سكيل، الجري سكيل بتكون درجات رمادي، مثلا غالبا بتكون من 0 ل 255. الصفر دي اقل قيمه اللي هي البلاك خالص، الابيض ده بيبقى 255، ومثلا بينهم بقى درجات مثلا زي اللون ده درجات كده الرمادي. كده انت بتقرب مثلا من الصفر، كل ما الرمادي ده بيغمق كل ما انت بتقرب من الصفر، كل ما يفتح كل ما انت بتقرب للابيض خالص. في بقى اللي هو الكالر، اللي هو الالوان. طب الالوان دي بتبقى بتتعمل ازاي؟ الالوان دي بتبقى عباره عن على حسب طبعا برضو الكالر سبيس بتاعتك. يعني مثلا احنا قلنا في باينر ايمج، وفي جري سكيل ايمج، وفي كالر ايمج. الكالر ايمج دي بتنطبق، بتبقى ليها كذا نوع. في مثلا بي جي ار اللي هي مثلا بي جي ار، وفي اتش اس في، وفي اللوم، في اللام، في كذا كالر سبيس. ان شاء الله يعني مش هنستخدمهم كلهم طبعا، بس نشرح كل شويه منهم. مثلا البي جي ار مثلا اللي هو الار جي بي، قصدي الار جي بي ده بيبقى الصوره بتاعتك عباره عن ثلاث مصفوفات جنب بعض كده، وبيتحطوا على بعض. مصفوفه ليه درجات اللون الاحمر، ودرجات اللون الازرق، ودرجات اللون الاخضر، فبيتحطوا على بعض فبتطلع لك الصوره. هي البكسلايه دي بيبقى ليها قيمه، مثلا ليها الاحمر في المصفوفه بتاعتك بتبقى ثلاثيه الابعاد، يعني هي بتبقى الصوره اصلا ايه ثنائيه الابعاد اكس وواي وزد. الزد ده بتبقى ثلاث مصفوفات، كل مصفوفه بتعبر عن لون معين، اللون الاحمر واخضر وازرق. طب ماشي، بيتحطوا على بعض بعد كده يطلعوا لك في الشكل النهائي. طب ماشي، ده البي جي ار، وده الاكثر استعمالا يعني، فاهم؟ احنا هنلاقي الصوره لما هنيجي نشتغل في السي شارب هنعرض كل الحاجات بالبي جي ار. حتى لما احنا هنيجي نحول مثلا لكرر سبيس تانية، مثلا فيها استعمالات تانية للكالر سبيس، يعني مثلا زي الاتش اس في. الاتش اس في ده بتبقى قوية قوي في اللي هي ان انت مثلا تستخرج المناطق اللي في الصورة اللي فيها تشبع اكتر، فيها سطوع اكتر. طبعا بالبي جي ار ما بتنفعش، لان البي جي ار انا قلت لك الوان بس، لكن الاتش اس في تقدر ان انت من خلال ان انت تطلع الالوان اكثر تشبع. هنعرف ده كله ده ان شاء الله في السلسلة دي في الدروس الجاية ان شاء الله. فبس هو ده كان بس تعريف للايمج. ممكن تكون انت يعني ايه مش مجمع شويه من المعنى، بس هتفهم ان شاء الله في السلسله اللي جايه، السلسله والدروس اللي جايه ان شاء الله هتتبسط اكتر بالنسبه لك، المعلومه هتبقى احسن. فبس ده كان اول فيديو النهارده يا جماعه، وارجو ان الفيديو ينال اعجابكم. لو عجب الفيديو دوس لايك، وهسيب لك برده لينكات تحت بتشرح يعني ايه ايمج افضل يعني من الفيديو ده، بس ان انت ايه تقدر تجمع لو انت مش فاهم حاجه، لو انت مش فاهم اجزاء ومش فاهم حاجه خالص. هسيب لك برده لينكات فيديوهات تحت كويسه جدا بتشرح يعني ايه ايمج. نراكم في درس آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.